السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا. كيف الحال والأحوال؟ إن شاء الله الكل بخير وعلى خير. رمضان كريم، الله يدخل علينا بالصحة والهنا. جزيل الشكر للناس اللي كانت كتسقسي على الغياب ديالي، بارك الله فيكم. بسم الله، الفكرة ديال الفيديو هي تزيين طاس كديكور أو زينة رمضان، ونقدر نقدمه كهدية بحلول هذا الشهر العظيم. الميزة اللي فيه هي أنه كيتستعمل وكيتغسل عادي. تبع معايا الفيديو للأخير. غادي نحتاجو طاس رسمة اللي استعملت، خديتها من مواقع البحث باستعمال الورق الشفاف اللي هو ورق الزبدة، ونسختها بواسطة الأنسوخ على الورقة كموديل. استعملت سكوتش العريضة، لصقتها على الرسمة اللي في ورق الزبدة وحددتها بالمقص. عملت منها جوج موديلات. ماشي كلشي غادي تعجبو هاد الفكرة، في العوض كاين دي ستيكرز في المطبعة، كان نضم ونديهم على حسب الذوق والقياس اللي بغينا. حددت القياس فين غادي نرش الجليتر، وغادي نصبغ اولا باش نحصل على خلفية، وفي حالة عدم توفر صباغة نعملو طبقتين او ثلاث من الجليتر. هنايا كنحرك العنصر الاساسي في الفيديو، الا هو الايبوكسي او الريزن، اللي هو عباره عن ماده سائله متكونه من طرفين الا والبي. الا هو الاصل والبي هو المصلب الهدنر. عند خلط هذين المادتين يتكون عندنا شكل صلب. نسبه الخلط بين هذين المادتين غالبا ما تكون مثلا جوج كؤوس من الا كتعادل كاس واحد من البي. بطبيعه الحال كؤوس بثلاثه بهم غيكونوا مشابهين في القياس وفي الشكل. لهذا نسقسيو مزيان حين كنكونو كنشريو، وكذلك نقراو الارشادات قبل الاستعمال. ماده الايبوكسي هي ماده بتروكيماويه، عند خلط الا والبي ينتج عنه تفاعل، وهذا التفاعل يخرج منه مواد ورائحه. لهذا يستحسن استعمال القفازات والكمامات وكذلك النظارات. عند التحريك يتكون عندنا فقاعات، لإزالة هذه الفقاعات نستخدم البرينر، الشعلة النارية، سواء كان الشليمو الخاص بالباتيسري أو البريك العادي اللي كنستعمله في المطبخ، وذلك بواسطة تمريرة بسيطة وسريعة فوق السطح. وكان كذلك هذا السيشوار اللي كنستعملوه في إزالة الفقاعات وفي دمج الألوان. كما لاحظتوا عملت طبقة أولى من الإيبوكسي ورشيت عليها الجليتر وخليتها تيبس لمدة 24 ساعة، وعملت طبقة ثانية من الإيبوكسي وخليتها تيبس كذلك لمدة 24 ساعة باش نحصل على السطح أملس ولكي تلتصق به السكوتش. الأداة اللي كنحرك بها الطاس هي أداة يدوية. من طبيعة الحال كاين الأصلية اللي هي كهربائية، كاب تورنر أو تورنودو طاس. غادي ننزل لكم الصورة. أنا عملت واحدة مشابهة بواسطة كرتونة وطرف من عصا خشبية، وثبت البونج من واحد الجهة على العصا وكنحرك بيدي الأخرى. بالنسبة للناس اللي غادي ياخدوه كمشروع أكيد يستعملوا الكهربائية، أفضل ومريحة. الدور ديال هاد الأداة هو أنه كيساعدنا على تسهيل عملية وضع الإيبوكسي وكذلك رش الجليتر، والأهم هو كيمنع الإيبوكسي باش ما يتمركزش في واحد الجهة أكثر من جهة أخرى، وكذلك كيمنع الإيبوكسي من التنقيط. كنخليوه هاد الأداة كنخليوها أمارش لمدة ساعة أو أكثر على حسب الطقس وعلى حسب لزوجة الإيبوكسي، حيت في السخانة كيخفف الإيبوكسي والعكس في البرودة. والإيبوكسي كمادة هو أنواع، منها الثقيل ومنها الخفيف. من بعد هادشي كامل كنبقاو نحركوه مرة مرة، وعينا ميزانة أكيد حتى كيجمد بالمرة.
واحد الملاحظه هنايا، الصبغه ما كتيبش على السكوتش، كتاخذ مده طويله، من الاحسن نزولوها مباشره من بعد ما نصبغوا. والتزيين كيبقى على حسب الذوق كما قلت لكم في السابق. لي ستيكرز كيعوضونا على هادشي هذا كامل. بالنسبه لي استعملت هادشي حيت كان متوفر عندي. بالنسبه للصاق اللي استعملت هو البي 7000، اذا ما وضحش في الفيديو، ورشيت عليه الكافيار اللي سبق لي واستعملته في فيديوهات سابقه. نتمنى الشرح يكون واضح. وشكرا على المشاهدة.